فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أفضل كتاب في شرح أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته تنصحون به طالب العلم؟ هذا في التفسير، حينما تقرأ القرآن وتمر على تفسير مثل ابن كثير ابن جرير فإنه يفسر لك الأسماء والصفات. نعم، فتابعها في كتب التفسير الموثوقة لا بالزمخشري ولا غيره من المؤول. نعم.